نعم شكرا أخي الكريم، نحن نعرف أن الكرامة هذه ما جت إلا لانقلاب علي ثورة فبراير، والانقلاب علي رغبة الشعب في الحرية والخروج من دكتاتور مر عليه 42 عام. نعم. بس الكرامة تحقق الهدف هذا متاحه وانقلاب علي فبراير، كان عليها لازم تشوه الثوار فبراير، وكانت لازم عليها لأنه كانوا هم العقبة الوحيدة لأمامها. وبش بش تقضي على ثوار فبراير، كان عليها أن تقوم بتحالفات مع من هم أعداء فبراير، ومن هم اللي كان في وجه جميع هذه المخططات اللي كانت تهدف للانقلاب على ثورة فبراير. إذا بدوها من أول بكل هم التحالفتين، هم الأزلام النظام السابق يعني، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم، وشفنا نحن كيف التصريحات وكيف دعمه الكبير لهذه المؤامرة الكبيرة اللي هي اسمها الكرامة. الطرف الثاني وهو الفيدراليين، وطبعا أنا مش ضد الفيدرالية، الفيدرالية هذا نظام حكم قد يتوافق عليه الشعب الليبي، لكن نحن نتكلم على ناس معينين استخدموا هذه الفيدرالية لضرب ثورة فبراير، وطبعا أقصوا جميع الوجوه الطيبة اللي هم في القبائل اللي في المنطقة الشرقية، جميع الناس العقلاء والحكماء أقصوهم على المشهد، وطلع على المشهد وناس تقدر تقول أقرب إلى المجرمين وليس بقادة، وشفناهم. طبعا التحالفات هذه كلها اللي هي دعمت الكرامة، وهي ما كانش الكرامة تدخل بنغازي إلا بهم، عندهم أهداف تختلف على أهداف حفتر ومن خلف حفتر. نعم. فلهذا يعني شو اسمه الصراع بينهم يعني حيكون جاي يعني لا محالة يعني. فمثلا الأهداف اللي هي رفعتها الفدرالية طبعا يبوا التهميش، طبعا قالوا ان التهميش، وطبعا الغرض تاعهم باش يسرقوا الأموال ويجنهم أموال ويسرقوا ويعيتوا في منطقة شرقية فساد، وكيف ما شفنا توا يعني ما فيش لا مؤسسات لا شيء، وكل جهة تضرب في الجهة الأخرى. فكان هذا شو اسمه يعني الأمر هذا جاي لمحالة يعني. ولو شوف حتى أمس يعني في احتفال أمس بالذكرى الثالثة الكرامة، ما استطاع أن يحتفل في بنغازي يعني. المشهد في بنغازي الآن يعني تسيطر عليه عدة جهات يعني، نقدر نقول لك أن حفتر مش مسيطر على بنغازي بكل. تقريبا بنغازي يعني المنطقة بنغازي اللي هي الناس اللي هلها يعرفوها اللي هي بنغازي القديمة اللي هي وسط البلاد وسوق الحوت والصابري، نقول لك يعني هذه يسيطر عليها ثوار بنغازي يعني بالكامل يعني، وهذه هي بنغازي اللي يعرفوها الناس.